وحشتني. وحشتني قوي. ده احنا عمرنا ما بعدنا عن بعض. عمرنا ما بعدنا عن بعض، وده كان اتفاقنا على فكرة. ده كان اتفاقنا. من أول يوم احنا اتفقنا إن محدش فينا هيسيب التاني. ومش كده، مش فجأة، مش فجأة وانت قاعد معايا ما لقيتش. طب انت رحت فين؟ يعني انت هنا وانا هنا. طب ما انا عايزة ابقى معاك. انا هجيلك لو انت مش هتقدر تجيلي. انا هجيلك وهطلعك من هنا وتطلع تقعد معايا زي زمان، عشان انا عارفة ان انت بتحبش تقعد في حتة ضلمة ولا ضيقة ولا مقفولة. ليه هتسيبني؟ لا، اطلع اطلع اقعد معايا، ما تسيبنيش. في بيوتنا كترت الحواديت، اللي خبى واللي قاسى واللي متعلق في خيط. تحت سقف بيوتنا كترت الحواديت، اللي خبى واللي قاسى واللي متعلق في خيط. مش وراه انكتب ليلة، مش ليلة في يدوب على الحرف. ولو رجع الزمن بينا هيتعا كل ده بالحرف. مش وراه انكتب ليلة، مش ليلة في يدوب على الحرف. ولو زمان بينا هيتعاد كل ده بالحرف. شكينا يا عمري من الأيام، تعبنا يا دنيا من التخبيط. قالوا سنية الحياة تفاصيل، والخالي من الوجع تماثيل. فرقت متر من فدان، اهو بندارة جوا حيطان. اقدار بتغير الاسرار من بيت لبيت. مش وراه انكتب ليلة، مش ليلة في يدوب على الحرف. ولو رجع الزمن بينا هيتعا كل ده بالحرف. مش وراه انكتب لينا، مش لينا في يدوب على الحرف. ولو رجع الزمن بينا هيتعا كل ده بالحرف. شكينا يا عمري من الأيام، تعبنا يا دنيا من التخبيط.
عارفه يا اماني، انا كنت فرحانه قوي ان احنا خارجين من المستشفى. كنت خايفه شويه بس يعني كنت فرحانه اكتر عشان كنت عايزه اروح المدرسه اشوف الولاد واشوف المدرسه واشوف زمايلي. بس انا دلوقتي مش هقدر اروح المدرسه عشان هم لو شافوني بالمنظر ده هيموتوني من الدرب. انا ما كنتش فاكره ان انا هبقى زعلانه قوي كده. في ايه بقى اماني؟ طيب خلاص 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 خلاص. ماما الحقيني بابا، ماما ماما الحقيني بابا. منير يا بابا، منير. وبعدين يا اماني كده مش كويس. خلاص بقى خلاص بقى خلاص خلاص خفيش خلاص بقى. يلا تعالي 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 جنبي. شاطرة شاطرة يا أماني، شاطرة يا أماني. خفيش. ايه تاني؟ في ايه تاني؟ ماشي. صح. تعالي تعالي يا حبيبتي. مفيش. ازيك؟ عامل ايه؟ مبسوط؟ بسأل عليك يا اخي، ما ينفعش اسأل عليك ولا ايه؟ ولازم نتكلم في المزادات والحديد ها؟ هترجع امتى؟ خلي بالك من نسمة. ها؟ سلام. مسا مسا يا باشا. يا اهلا يا اهلا يا باشا. مرحبا. اهلا اهلا. عامل ايه؟ اهلا اهلا. ازيك يا عروسه؟ ازيك يا باشا؟ ازيك ازيك يا حبيبتي؟ اقعدي اقعدي. ما تخافيش. عامله يا باشا؟ الحمد لله تمام 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 تمام. يا مانا مخضوضه كده ليه؟ معلش بس مش متعوده على الجو. اتعودي يا حبيبتي. خدي ودي كده. ماشي يا باشا. تاكل حاجه ولا تشرب حاجه؟ ممكن اخش بيها. بلاش يا
تعبت. كفايه كده كفايه. كفايه تعبت. اه اولع دلوقتي ولا استنى شويه؟ اولع. ها كلها؟ اه اولع يا باشا. وبال 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 هذا باشا. نتقابل عندنا عندي في العيد. خلاص امين امين واجيبها معايا. جيب الحلوه دي معاك. ماشي حلوه خالص. هو عجبتك يعني يا باشا؟ اه حلوه. ماشي يلا توكل على الله. تمام بقول للملاك بيطلع بينا على البر. طب اخد سيجاره. ها خد سيجاره حبيبي يا باشا. يلا يلا ماشي ماشي. حبيبي عايز مني حاجه؟ انا هنام. انت كده عامله زي العيال الصغيرين يهدوا نفسهم في الخروج طول اليوم ويرجعوا بالليل مقتولين يناموا. عارف انا لو فايقه لك شويه كنت رديت عليك، بس انا فعلا ضايعه. تصبح على خير يا روحي. انت من اهله. باي باي. اتفضلوا يا جماعة، تصحوا كل سنة وانتم طيبين. لا شكرا احنا مش شحاتين. قام يا أماني. أماني عيب كده. اخص عليك اخص اخص. أنا طيب استني. أنت عايز تاكلي؟ يا أمين. شاطرة شاطرة.
بتدوري على مين يا بنتي؟ الأستاذ مجدي. الأستاذ مجدي بيجي إمتى؟ والله هو ملوش مواعيد، ساعات يبقى موجود بالليل وساعات يبقى موجود بالنهار، على حسب يعني. هو مش عايش هنا أصلاً؟ ما أنا لسه قايل لحضرتك على حسب. طب ألاقيه فين؟ أصل أنا عايزاه ضروري قوي. لو عاوزاه ضروري بقى ابقي جربي كده وتعالي له بالليل، يمكن تلاقيه. طب متشكرة قوي، كتر ألف خيرك. العفو. ايه ده؟ أول مرة أصحى من غير كوابيس. ايه ده؟ ليه ما يكونش نسمة عندها حق وانا اللي مزودها؟ انا لما سمعت كلامها وركزت معاها هي بس، ما جاتليش الكوابيس اللي بتجيلي كل يوم، مع اني كنت ضارب شريط بحاله. يا لو الموضوع ده يتكرر مرة كمان وما يحصل ليش حاجة، ساعتها بس ممكن فعلا اطمن على نفسي واتاكد اني سليم. ليه ما يحصلش كده؟ ليه بس يا رب؟ يا رب. افتحي بقك يا لمبوحه. والله العظيم ما عملت حاجه وصايمه. امال ريحه السجاير اللي طالعه من الاوضه دي جايه منين؟ ما حدش بيشرب الزفت ده غير سيادتك. والله حضرتك ظلماني، انا اصلا ما اعرفش شكلها عامل ازاي. انا ظلماكي؟ انا هوريكي ظلماكي ولا لا. انت طول عمرك كدابه. والله صايمه. صايمه ايه يا كدابه؟ صايمه ايه؟ ايه ده بيعمل في جيبك ايه؟ مش حاجتي. امال حاجه مين؟ مش عارفه. اتفضلي خديها على جوه لحد ما اجي. عينك عليها. كيتي، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ قلت يعني هاجي ابات في الدار بدل ما انام على الرصيف في الشارع. زمان كنت بنط من الدار لبره، دلوقتي بنط من الشارع للدار. مش وقته الكلام ده. الدكتوره نعمه بتشتكي منك. وانا بشتكي منك. بتشتكي مني انا؟ ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انت بالنسبه لامي مش مجرد الابله بتاعت الدار وخلاص. وانا حبيتك زي بنتي بالظبط. واللي يحب عدي يرميه في الشارع. وانا اعمل ايه؟ انت واميره نائر ونقير مع بعض ومش طايقين بعض. هي بنتي الوحيدة وأنا أمها وما أقدرش أزعلها وما أقدرش أسيبها تاكل في نفسها. لو كنت أقدر أعمل أي حاجة غير إن أنا أبعدك عني كنت عملت، بس ما قدرتش يا كيتي، ما قدرتش. أديكي بتشوف إن هي اللي بتعايرني، بتقول لي دايماً يا تربية الملاجئ يا شوارعية. معلش، حاولي إن أنتِ تصالحيها وتتصافوا مع بعض. ماليش دعوة بيها، دي بنتك اصطفي معاها. أنا كل اللي عايزاه بس لما توحشيني أجي أترمي في حضنك. وإن ما عرفتش أقابلك في البيت. بتخليني ابطل احبك. والله العظيم يا بنتي بحبك، وربنا عالم بحبك قد ايه. هو انا هفضل اهرب كده لغايه امتى؟ زهقت وتعبت.
يا ترى جاي ليه دلوقتي يا موت؟ جاي لمين؟ يا ريت تكون جاي لي انا وبتدور عليا. انا مستنيك من زمان، انا واقف لك اهو فارد لك دراعاتي. لا لا ارجوك ما تموتش. حسيت ان وقتك خلص واجلك جه، شميت ريحه الموت وهو بيخبط على بابك. وحياه حبيبك النبي يا رب، خيب ظني وسيبه يعيش. وحياه حبيبك النبي يا رب، والنبي يا رب، والنبي يا رب، صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ انت فاطر؟ اكيد لا طبعا، ده علشانك. عشان ايه؟ انا صايمة. صايمة ايه؟ انت حامل وعلى سفر، عايزة ايه رخصة اكتر من كده علشان تفطري؟ بركتك يا شيخ يحيى، احبك وانت بتفتي. طب يلا افطري عشان ننزل. مصمم برضو؟ ايوه. ماشي. ميرسي يا يحيى، انا مبسوطه قوي قوي بجد. قال لي هو انا لو بصك في رمضان هتفطر؟ مش عارف، متهيألي محتاجين مفتي. ونجيبه منين دلوقتي؟ اكيد في الغردقه مفتي. اه ايه مالك؟ مش عارفه، في مغص جامد. في ايه يا نسمة؟ في ايه؟ في ايه يا نسمة؟ حاجه بتخبط في بطني يا يحيى، مش قادر. طب عامل ايه؟ انا مش فاهم. نسمة 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 مالك؟ مالك؟ نسمة؟
الحولة دي هديكي. هي دي أول مرة يحصل فيها إجهاض؟ لا يا دكتور، مش أول مرة. حصل إجهاض أكتر من مرة قبل كده. طيب، لازم تاخدي بالك من نفسك أكتر من كده شوية، لأن كتر الإجهاض بيقلل فرص الحمل، وبكده هيبقى في خطورة على حياتك. طيب، خد بالك منها شوية. هسيبك عشان ترتاحي. حاضر، متشكرين يا دكتور. اتفضل حضرتك، اتفضل. أنا مش هتكلم كتير عشان ما تحبكيش. أنا عارف إن أنتي هتموتي من زمان على بيبي، بس فكري تاني في كلام الدكتور. بسم الله، عندي استعداد إن أعيش عمري كله من غير ما أخلف، بس ما عنديش استعداد إن أعيش لحظة واحدة من غيرك. ما عنديش استعداد إن أخسرك. عشان خاطر يا يحيى أنا مش قادرة أتكلم خالص، أنا تعبانة قوي. طيب، اهدي اهدي يا حبيبتي عشان خاطري. أنا هسيبك عشان ترتاحي. دكتور أنس، دكتور أنس، خير يا إبراهيم؟ حصل حاجة؟ لا أبدا، بس حضرتك لازم تروح. مش عايز أروح، مش قادر أبص في وش حلقة يا إكرام. حاسس إن أنا مقصر معاها أوي. أنا مش عارف أجيب لها حقها من عمها الراجل الجشع ده، ولا حتى عارف أرجع لها أمها اللي ضايعة. مش عارف ليه حال حظها وحش في الدنيا كده. معلش، بس عدم وجودك في البيت ده أخطر بكتير. أنت لازم تكون موجود. الست لما بتتعود تبقى لوحدها ده مش كويس، صدقني. ده السبب اللي خلاني أفشل أنا وجوزي. هو كان بيهرب في شغله، وأنا كنت بهرب في النبطشية، لحد ما كل واحد راح لحاله. لو عايز تكمل وتحافظ على بيتك لازم تروح، وما تسيبش بيتك أبدا تحت أي ظرف. سلام. انت طيب؟ وانت طيب يا انس. جبت لك كحك العيد اهو. كتر خيرك. امال فين حبيب؟ نمت. ايه حالة في ايه؟ ما بطري تفكير بقى، ان شاء الله هنلاقيها. ان شاء الله. ما تقلقيش. نتمنى نشوف حضرتك مره ثانيه يا فندم. دي الفطوره بتاع حضرتك. شكرا، فرصه سعيده يا فندم. مع السلامه. متاكده انك انت مش عاوزه تسافري طيران؟ الدكتور قال لازم ترتاح.
هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ خافي على نفسك شويه يا نسمة، انت كان ممكن تروحي فيها لولا ربنا ستر. يحيى هو انا ليه حاسس ان انت ما صدقت ان البيبي نزل؟ نعم، ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ طول عمرك بتقولها وسط الكلام وانا بحاول ما صدقكش. يحيى وانت خايف يجيلك ابن تشوفه يكبر قدامك وتتعود عليه وبعد كده يموت؟ حتى لو افترضنا ان اللي انت بتقوليه ده حقيقي، ما هي النتيجه واحده في الاخر. النتيجه واحده اه، بس هنا بقى الظروف خدمتك. ابنك مات من غير ما تشوفه ولا تتعود عليه. قصدك ايه؟ ما اقصدش حاجه. لا قصدك، قصدك ان انا السبب في موت البيبي ده مش كده؟ والله انت اللي قلت مش انا. بعدين انت بتزعق لي؟ ناس حوالينا. ماشي، انا مش هرد عليكي دلوقتي عشان انا عارف انك انت تعبانه، وعشان ما اخسركيش للابد يا نسمه، الكلام في الموضوع ده يتقفل زيه زي موضوع الخلفه بالظبط، فاهمه؟ يلا يلا. عشان دنيا تسافر والذنب اللي اتغفر هو اللي فاضل لنا، ده ما يرضيش ربنا ندوس على بعضنا والايد تقعد ايد عليها حنينة، والناس نفر نفر عشان دنيا تسافر والذنب اللي اتغفر هو اللي فاضل لنا. نفسيات بقينا نفسيات في الشوارع.